السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد، بداية جديدة ووصفة جديدة. أهلا وسهلا فيكم متابعينا وين ما كنتوا بأي وقت عم بتتابعونا فيه. اليوم وصفتنا رايحة على اليمن، رح نعمل مع بعض زربيان يمني بالدجاج. رح نحكي المكونات سريعا لننتقل للتطبيق. بداية عندي دجاج، وإذا حابين تعملوه باللحمة بتعملوا نفس المقادير بس باللحمة. عندي اللبن، كزبرة، فلفل اللي بحب الحار، شرائح من البصل، بطاطا، والرز طويل الحبة مغسول بس بدون نقع، لأنه رح نعمل رز مشخول فإحنا بس غسلينه. البهارات اللي رح نستعملها الصحيحة: الهيل، اللومي، ورق الغار أو القرنفل أو أي نوع من البهارات الصحيحة اللي موجودة عندكم. عندي بهار مشكل، فلفل أسود، الكاري، الزنجبيل، العصفر، ملح، حبتين ثلاثة من الثوم، ولون أصفر أو إذا موجود عندكم زعفران. هاي هي مكوناتي ويلا ننتقل للتطبيق. أول شيء رح نعمله، رح نحط الطنجرة على النار ورح نضيف فيها زيت نباتي، كمية منيحة من الزيت. رح ندير تقريبا من نص كوب لكوب إلا ربع، لأنه هذا الزيت اللي رح نستعمل فيه كل الوصفة. رح نخلي الزيت لحتى يحمى، بعدين ننزل عليه كمية البصل. وهون أنا بستعمل تقريبا 4 حبات كبار من البصل. وكمان معلومة بالنسبة للدجاج، أنا مستعملة أفخاد الدجاج، وأنتوا بتقدروا تستعملوا أي قطعة من الدجاج اللي بتحبوها، المهم تكون منزوعة من ها الجلد. رح ننزل البصل، رح نضلنا نقلب البصل لحتى يصير لونه ذهبي غامق، بعدين نشيله من الزيت وننتقل للخطوة اللي بعديها. بهالوقت رح أجهز البطاطا. عندي البطاطا اختاروا حجم صغير، رح ناخد كل حبة نقطعها من النص. وهيك صارت معي قطع البطاطا جاهزة، رح نخليها على جنب. هنرجع للبصل، نضلنا نقلب فيه ليتحمر. بده تقريبا تحمير 4-5 دقايق لحتى يعطيني اللون الذهبي الغامق اللي انا بدي اياه. هلا رح اضيف عليه رشة من الملح لحتى ينزل السوائل تبعته بسرعة وبسرعة معاي يتحمر. هحط مقدار معلقة صغيرة من الملح واقلبها واتركها لحتى تاخذ اللون المطلوب. حنضلنا نحرك فيها ليوصل معاي البصل لهاللون. هلا رح ناخد صحن فيه ورق تنشيف، رح نبلش نشيله ونحطه على ورق التنشيف. حنخلي البصل على جنب، رح ننتقل للخطوة اللي بعديها اللي هي الدجاج. الدجاج رح نحطه بالزيت نقليه لحتى نعطيه لون ذهبي. مباشرة أول ما ياخذ لون رح نحطه بالطنجرة اللي رح نطبق فيها كل الوصفة. رح نضيف بالطنجرة من تحت شوي من البصل، حنبلش نرتب فوقه الدجاج المقلي. Thank you.
وأول ما ياخذ معاي الجاج هاللون الذهبي رح نحطه بالطنجرة اللي رح نطبق فيها كامل الوصفة. رح ناخذ باقي كمية الدجاج هلا. رح نضيف البطاطا فوق الزيت ونخليها لحتى تتحمر. بالنسبة للفلفل رح أضيفه مع البطاطا لحتى ياخد تشويحة بسيطة، الناس اللي ما بتحب الحار تقدر تستغني عنه. رح نضيف 4 قرون فلفل، ونخليهم لحتى يتحمروا. بهالوقت رح نجهز الصلصة اللي رح نعمل فيها الدجاج. رح ناخذ البريق اللي رح نخلط فيه، حنضيف نص كمية البصل اللي قليناها، حنضيف اللبن مقدار كوب من اللبن، رح نضيف التومة، ورح نضيف معلقة صغيرة من كل بهار، عندي البهار المشكل، فلفل الأسود، كاري، طبعا هون برجع للبهارات اللي انتو بتحبوها. رح نضيف الزنجبيل، العصفر أساسي، وعندي معلقة كبيرة من الملح. من البهارات الصحيحة ضايل عندي البهارات الحب، وعندي ملون الطعام ما حطيناه رح يكون نهاية الوصفة. رح ناخذ البلندر ونطحن المكونات مع بعض. هيك صارت جاهزة. رح نرجع للبطاطا، رح نقلب البطاطا لحتى نعطيها تحميرة تقريبا من كل الجهات، بعدين ننقلها فوق الدجاج هي والفلفل ونحط عليهم هالخلطة اللي رح تستوي لي الدجاج. بعد ما أخذت معي البطاطا هاللون رح نطفي النار، ناخذ بداية الفلفل نحطه على أطراف الطنجرة، وهلا رح ناخذ البطاطا ونوزعها فوق الدجاج. طبعا بتقدروا بدون هالخطوة ترجعوا كل شيء تطبقوه بنفس الطنجرة اللي قليتوا فيها الدجاج والبطاطا، ولكن احنا حطيناهم بطنجرة تانية ليكون شكلهم أرتب. هلا رح نشيل طنجرة الزيت وناخد الطنجرة نرجعها على النار، وهلا رح نضيف الخلطة اللي عملناها وهي هاي اللي رح تستوي لي الدجاج. حندير الكمية كاملة ونحط فيها شوية مي، حناخذ كل البهارات والخلطة اللي عملناها ونضيفها فوق الدجاج، وهلأ رح نغطيه ونتركها على نار هادية لمدة 45 دقيقة لحتى يستوي الدجاج وتستوي البطاطا. رح نروح فاصل صغير ونرجع لكم بعد 45 دقيقة لنكمل باقي الوصفة، خليكم معي.
ورجعنا معاكم باخر خطوه رح نعملها لهالوصفه. الدجاج بس ضايل له تقريبا 10 دقائق. في هالمرحله رح نعمل الرز، رح نشخل الرز بطنجره حاطه مي وخليتها لحتى تغلي. رح نضيف عليها بهارات حب. ايش ما موجود عندكم بهارات تقدروا تضيفوا. رح اضيف حبتين من اللومي، ورق من الغار، رح احط شوي من الهيل. رح نضيف معلقة كبيرة من الملح، حنضيف الرز، رح نحطه فوق المي، بعد ما نزلنا الرز على المي والبهارات والملح رح نتركه يغلي لمدة 7 دقائق بس، بعدين نشيله ونصفيه مزبوط من المي وننقله مباشرة فوق البطاطا والدجاج. رح نستنى 7 دقائق ونرجع لنكمل باقي الوصفة، خليكم معي. بعد ما مرق 7 دقائق بالضبط رح نطفي على الرز ونخلي على الدجاج والبطاطا شغال. رح ناخد مصفاية نبلش نطول من الرز ونصفيه مزبوط من المي ونحطه فوق الدجاج والبطاطا. وبعد ما صفينا الرز رح نرتب السطح تبعه، واخذنا معاه البهارات الصحيحة وبتقدروا كمان تستغنوا عنها اذا ما بتحبوا نكهتها مع الرز. رح ناخد بصحن صغير، رح اضيف ملون الطعام اللون الاصفر او الزعفران اللي موجود عندكم، تقدروا كمان تستعملوا الالوان السائلة. حندوب اللون ونحطه بطريقة عشوائية فوق الرز. رح نضيف شوي من الكزبرة وشوي من البصل وحنخليه معانا شوي للتزيين. هلا رح نرجع نغطيها ونتركها ربع ساعة بس لحتى تنشف والمي تاخد كل السوائل اللي موجودة بالصلصة اللي ضلت فوق الدجاج ونطفيها ونقلبها ونرجع للتزيين. ربع ساعة وراجعين، خليكم معنا. الزربيان صار معي جاهز، بعد ما قلبناه من الطنجرة رح نزينه بباقي البصل اللي ضل معي. ورح نضيف شوي من الكزبرة واخر شي رح نضيف اللوز. ووصفتنا لليوم صارت جاهزة، بتمنى تجربوها وتحكوا لنا رأيكم فيها. تابعوني أنا الشيف أحلام عبد الله من مطبخ الأحلام يوميا على قناة اليرموك.